Show, show, Rashid. Show, show. Show, show, السلام عليكم جمهورنا الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشيد شو. أحلى جمهور اليوم، تبارك الله عليكم. ضيفتنا وضيفتكم اليوم مشاهدينا هي فنانة عندها روح مرحة، خرجت الإعلامية دائما كتكون مثيرة للجدال، دارت اون كارير كبيرة في مجال الغناء وأيضا في التمثيل، قدمت مجموعة من الأعمال الغنائية اللي نجحت فيها وكذلك في التمثيل، ولكن واش نجحت أكثر في التمثيل ولا الغناء؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفوا معها اليوم، وغادي نشوفوا أيضا أسرار اللي غتبوح بها لأول مرة في رشيد شو. استقبلوا ما يبحر على عفاكم الفنانة سحر صديقي. سحر مرحبا بك. الله يبارك فيك، انا فرحانه بالتواجد ديالي معاك ومع الجمهور هذا الزوين، مع الفرقه الموسيقيه الرائعه والجمهور اللي كيشاهدنا من وراء التلفاز. من وراء اش؟ التلفاز. هاكاك التلفاز. ضحك. عندك واحد الحاجه زوينه، عندك واحد الضحكه زوينه كتميزك، معروفه بها. كنحاول نميتريزيها شي شويه، ولكن داك الهبال كيخرج ما عندك ما ديري. ما كندير ليه. سحر مرحبا بك. الله يبارك فيك. اليوم غنديروا ندوزوا معك حلقه زوينه ان شاء الله. مستعده؟ واجده؟ مستعده. سحر صديقي. سحر صديقي مرحبا بك في رشيد شو. الله يبارك فيك. فرحانة معنا اليوم؟ والله إلا فرحانة. مستعدة للحلقة هذه؟ مستعدة، والبلاطو زاد زيان، ديجا دزت معاك شحال هذه. تنتي زيانيتي. ياك؟ أه. إيوا، كلشي تيقولها ليا. شنو هي الضحكة هذه؟ جرة ديال التراكتور. مرحبا بك في الحلقه هذه، نتمنوا انه تدوز حلقه زوينه معك ان شاء الله. كاين اسئله، كاين انتقادات، كاين بزاف ديال الاسرار اللي غتكشفيهم اول مره في رشيد شو. واخا انا غنبدا معك من المسار الفني ديالك، نخليو الجانب الشخصي من بعد. اوكي، واخا. البدايه ديال سحر صديقي كانت في مجال الغناء، بديتي أيه. في الاول في برنامج ستوديو دوزام. اييه، شاركتي بزاف الناس نساو هذه القضيه هذه. سي فغي، حيت دابا كي عندي جمهور واسع في التمثيل، دونك كاين اللي بدا معايا وانا ممثله، ما شافنيش وانا مغنيه، شفتيني وانا ميت. انا بديت كمغنيه في 2008 في استوديو دوزام، نلت على جائزه لجنه التحكيم صنف الاغنيه الغربيه 2008. بديتي من الاول وانت كيستهويك الغناء؟ اه. ما كنتيش كتشوفي راسك من الاول ممثله؟ انا ملي كنت صغيره وانا عزيزه عليا الضحك، عزيزه عليا نطلع فوق الخشبه نقلد ندير دي بيرسوناج، زعما كان فيا هاد الشيء هذا من صغري، غير هو ما كنتش كيتسحب ليا شي نهار غادي نديرو كمهنه. والغناء امتى بدا من غير استوديو دوزام؟ حتى هو بدا في لادوليسونس، كنت ملي كنت صغيره وانا كنشارك في المباريات اللي كنديرو في المدرسه ولا خارج المدرسه، ديما كنشارك فيما كانت شي حاجه كنشارك فيها انا. والان غنطلب منك واحد الطلب، هو ان غنحاول نجمع لك الغناء مع التمثيل. تمام. مثلتي واحد الدور في مسلسل زينه. اييه، هو اللي كان عرفوني بين الناس بزاف كممثله. واللي غنيتي فيه ايضا. اييه. علاش دابا غنجمع، لان انت عندك دوبل كاسكيت ديال الممثله والمغنيه، ودابا غنشوفوا المغنيه اللي كتمثل. واخا. ولا الممثله اللي كتغني. اش اختاري؟ المغنيه اللي كتمثل والممثله اللي كتغني. يلا نسمعوا الاغنيه ديال زينه.
اها واخا واللي دارت نجاح كبير. شكون باقي عاقل على زينه واللي غنى؟ شكون اللي تفرج في مسلسل زينه وغني هو معايا؟ الاغنيه اللي غناها طبعا الفنان عصام كمال. تحيه لعصام كمال. تحيه لعصام كمال. كانت باغمي لي لي كريتير اللي نجحوا المسلسل كذلك هي الاغنيه الجينيريك اللي بقاو الناس عاقلين عليها بزاف. المهم قبلوا علينا راني مروحه. La 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 la. وهادي حكاية فيها مريم مشات من بلاد البلاد وغنات. يا الحب اللي بيها ما هوش حب الدات، لك الروح اللي فيها راها من السماوات. ويلي كنتي بين ايديا وخليتك تطيري تطيري تطيري. تعالي ليا اجي نردو ليا يا لالا يا زينة. وناري كنتي بين ايديا وخليتك تطيري وناري ناري. تعالي ليا اجي نردو ليا يا لالا يا زينة. هذه أغنية ديال زينة والمسلسل كان حقق نجاح كبير واللي تبت على الدوزام. من بعد جاءوا أعمال كثيرة ولو الناس كيشوفوك كممثلة أكثر منك مغنية. وي أنت أش كتفضلي؟ وأنا الصراحة الصراحة داني التمثيل. التمثيل سرقك من الغناء؟ شنو خلاك تحطي الميكرو؟ العشق ديالي كذلك للتمثيل. لو فيت انني كنستمتع بزاف وانا كنستمتع انني كندخل في دوطخ بيرسوناج. تعجبني نادي مجموعه من الشخصيات حيت انا كذلك كنعشق لا بسيكولوجي، والتمثيل كيخليني ندخل في شخصيات ونقرا الدواخل ديالهم ونشوف منين جاوا وداك الشيء. دونك سي توت ا موند اللي داني واحد شويه. علاش اختاريتي تغني الغربي وماشي الاغنيه المغربيه ولا الشرقيه؟ لانه بزاف الناس اللي وهذه معروفه بانه برامج الغناء اللي مرت في المغرب الناس اللي غناوا الغربي ما داروش اون كارير كبيره، يعني ما نجحوش، نقولوا ما قدروش يديروا اون كارير بحال الناس اللي داروا الاغنيه المغربيه ولا الشرقيه. هادشي طبيعي لان الذوق العام ديال الناس يعني كيكون بلوس فيغ الاغنيه نقدروا نقولوا المعاصره اللي فيها واحد المزيج ما بين الشرقي والشعبي وواحد الكوكتيل هكا. ولكن دابا اكطويلمون ولا واحد الانفتاح، لاحظت بان سورتو لي جون دابا كيسمعوا لكل شيء، ولا واحد الانفتاح فيغ لا فيوزيون. اي اغنيه فيها واحد تخيليطا زوينه فيها شويه ديال الغربي. تخيليطا زيدي الساده. واحد تخيليطا فيها واحد شويه ديال. انت درتي واحد المره واحد تخيليطا؟ درت تخليطات. درتي مغربي فيه شويه لا فيزيون هذا. اي 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 درت سوفينا تليفوني سوني. غير هو بكل صراحه مازال ما درتش شي اغنيه اللي حققت نجاح اللي فوالا اللي. وهنا واش نقدروا نقولوا بانه اتجاهك للتمثيل لانك ما حققتيش نجاح كمغنيه؟ شوف النجاح باش كتنجح واحد الاغنيه ما كتقدرش حتى شي فنان ما يقدر يقول لك انا غادي نخرج واحد الاغنيه اللي غادي تنجح. يعني كيخرج اغنيه صدقات هو هذاك ما صدقاتش في الله. ربحه ولا ذبحه؟ ربحه ولا ذبحه. شنو السر ملي جبتي قبل ما نكمل معك الحلقه راه ما يمكن شنو سر الضحكه العجيبه ديالك؟ منين جبتيها؟ قولي منين جبتيها؟ دابا تعقدني انا ولا كندير. لا 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 بالعكس فجريها بالعكس ما تخليهاش تيلوزي. ياك ما تقمعهاش. لا ما تقمعهاش. شوف بلاتي بلاتي. دابا انا واقيلا دابا واخده انا واخده الحياة كاها. غنشوف مع المخرج سيف تحرس يعطينا واحد الضحكات ديالك جمعناهم يعني. لك باش نشوفوا هذه الضحكه هذه كيفاش نعرفوا لا سورس منين جات. واخا.
فاش مني انك انسان طبيعي لا لا مش كبر شنو الدور عندي بدا التلوع ما عنديش زعما النمطية في الضحكة لا مشكلة عندي 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 وعندي فراسك انت بريئة والضحكة ديك شريرة سبحان الله والله إلا شتي دابا بنادم تياخذ عليا فكرة خاطئة أنني شريرة لا بالعكس بالعكس ما شريراش لا بالعكس أنا كنعرفك الله يعمرها دار إنسانة كي جيتكم كي جيتكم تبارك الله عليك الله يبارك ما شاء الله عليك وعلى على هذه الروح المرحة ديالك وعلى العفوية ديالك هادشي اللي تنبغيو حنا الضيوف أنهم يكونوا عفويين ما تجيش يقمع الضحكة بالعكس فجريها فيما تجيك الضحكة نطلقها صاف لا ماشي تلقى الضحكة نقول لهم رشيد قالها ليا قال لي نصيحة فيما تجيك الضحكة صحار غادي نشوفوا ان بورتري ديالك كل ضيف كنوجدوا ليه واحد البورتري عليه على مسارو بطريقتنا الخاصة نشوفوا البورتري ديال صحار صديقي حالا ونعاودو نتلاقاو صديقي والسلوغون ديالها في الحياه هو عقل فقي برج العقرب ورد البال على رشيد الا قربتي ليها راه كتولي كتضرب خلي اختي ما مريضاش انت اللي مريضه شركه ستوديو دوزام ومشات لدو فويس في لبنان وما عندهاش مشكل طلعت تعبر في الميزان ماستر في البيزنس العماس وفايته طلبات الزواج من داداس ممكن دابا مثلت بزاف ديال الاعمال بادوار في النواه والشكال ديما كتعطي البنادم فرصه واحدة دا كتعرف دير الخيط في البرا بعدا تقول ليها سلام تغني لك سوي ويلا حكرتي عليها تجمع عليك الجوقه وتقول لك اويلي حي عندها بنيته سميتها رزان واخا ما كانتش كتفكر تولد من هذا الزمان في مهرجان الفيلم في مراكش حيحات وبسبب الحطه ديالها شبعات كراشات كدير تضحيات بزاف ومشكاكه ولكن ديما ماشطه الشعكاكه موحل واش عمرها صوبت السيفي وعلى تشياب الصنادل كتعرف تسكيفي كتموت على العزوبيه ولكن على ما سمعت قريبه تطلع عاوتاني في العماريه ودير لينا شي عراسيه عجيب هذا البورتري ياك والله الا عجيب عجبك عجبني اللي كيعجبني كثر فيك هو كتلحن الجمله عجيب هذا البورتري وي تبارك الله عليكم هذا الشيء عجبك البورتري قالت واحد الجمله في الاخر تاكدي ولا تنفي قربت نطلع فوق العماريه انا ما فراسيش ياك لا كنطلع انا راسي انا ديجا طلعت فوق العماريه بزاف د المرات ولكن راسي باش كن باش كنحتفل بالعزوبيه ديالي راه ديجا راه درت ضجه في لي ريزو سوسيو لا غديري حتى ضجه فراشي تشوف كل هاني طلعت زعما راني طلعتي في العماريه طلعت في العماريه وداك الشيء وعرس وقاعه وهذا وكنحتفل براسي كتحتفل براسك بانني تزوجت مع نفسي الله يجعلك وجه مباركم سعود الله يبارك فيك الله يخليك لك الله يخليني لراسي وما كان محسن من راسي بصح الانسان كا زوج كاش كزوج لنفسي راسي لراسي اول مره كنعرفك ما عندك عقل لا بصح حيت راسي كيفهمني اكثر راسي كيحبني راسي تعطيني السعاده واش راسك دخل سوق راسو كل مره كيفاش على حساب انا معامن مزيان الانسان يجلس مع راسو ويفرح راسو ويحب راسو ويدلع راسو ويدلع راسو ويبغي راسو حيت الا بغيتي راسك راه عادي تقدر تبغي الاخر انا ندخل معاك عاوتاني في العمق انا كيعجبني العمق الحب بالنسبه لك مهم تحب راسك ضروري هي بصراحه انا عاد بديت كان زعما ما كنتش هكا من ديبار كنت العكس تماما كنت كنبغي كنسى راسي كنعطي كل شيء للاخر
دابا لا دابا لا. شنو خلاك تاخذ هذا القرار؟ لي ديسيبسيون ديال الحياه، ملي كنتلاقاو ملي كيكون عندنا خيبات الامل تنقولوا لا فينالمون راه راسك هو اللي غيبقى لك. دونك الا بغيتي راسك ما تخليش اي واحد يدخل العالم ديالك. العالم ديالك خيبات الامل بعض المرات كتخلينا ناخذ قرارات في الحياه مهمه. وانت الا سولتك شنو هو اصعب قرار خديتيه من بعد خيبه الامل في شي حاجه مثلا؟ اصعب قرار نقدر نقول لك الطلاق، كان parmi les décisions صعابين اللي خديت. لان ملي كتزوج حتى شي حد ما تزوج وكان في باله ان شي نهار غادي يطلق. كنهضر بالمنطلق ديال المراه اون جينيرال، ملي كتختار انها تزوج كتختار انها تزوج باش تبقى افي. دونك باش تاخذ هذاك لو با وتاخذ القرار باش انها صافي غادي تريب هادشي كامل وغادي تعاود حياه اخرى، سي تري ديفيسيل. هذا قرار شجاع لك، خصوصا فاش كيجي من المراه، فاش المراه هي اللي كتطلب طلاق. كيكون قرار شجاع، كيكون قرار شجاع بزاف، كيكون بني على يا اما خيبه امل يا اما كتشوف بانه داك الشخص يستحيل تكمل معاه. فوالا تيكون مجموعه من التراكمات اللي كتعيا هاد المراه مسكينه صباره وكتبقى تدوس تدوس تدوس، كيجي واحد الوقيته الا ما الا ما الا بقات كتزيد تصبر غتخرج على صحتها. هذاك الشيء تفضل الانسحاب، تفضل الانسحاب باش تفوز براسها، ومن ثم انطلق حب نفسي لنفسي. هاكاك وتتشوفي انت بانه المراه تقدر تعيش بوحدها؟ تقدر تعيش سولو؟ بيان سور تقدر. انا زعما كنشوف راسي بانني قادره انني نعيش بوحديتي. ما كتفكريش انك تعاودي تجربه الزواج؟ لا صعيب صعيب صعيب، ما كنقولش مستحيله ولكن صعيب باش انني ندخل شي واحد. شنو اللي خلاك تفكري في ان الامر صعيب؟ لان الزواج خاصك تلقى بعدا، خاصك الاختيار ديالك يكون صائب، وباش الاختيار ديالك يكون صائب خاص يكونوا بزاف ديال المكونات، ودوك المكونات ما شويه صعب. كنجيك صعيبه؟ ما صعيبه ما والو. انا جوست انسانه صادقه، والانسان الصادق في الحياه صعيب شويه، خاص شويه ديال النفاق باش يمكن لك تدوز شي امور. كتستعملي النفاق في حياتك؟ لا قليل ضروري باش ما نكذبش نقول لك انا مثاليه. ضروري ما غاديش باش ما يوقعوش شي صراعات فاضيه. ولكن انا كطبعي انا صادقه، داكشي علاش ما كنقدرش ندخل لحياتي اي واحد. كنشوفوا بعض المرات دي كوبل في الميدان الفني كيبانوا مع بعضياتهم، وفاش كتكون الكاميرا خصوصا كيكون المدح بزاف وهذا وشي كيهضر زوين على شي، واش داكشي كيكون حقيقي؟ ماشي ديما. انا حتى انا كنتفاجئ بعض المرات كنلقى دي زانترفيو ديال شي حد تيشكر بزاف شي حد وانا كنعرفو تيعطيه العصير من وراء الكاميرا. دونك كنشوف بان كاين هذا الشيء هذا ديال النفاق ما بين الازواج. كاين كاين. واش كنعيشوا حنا في هذا الميدان واحد لافي اللي شويه فيك؟ في هذا الميدان وي سورتو مني ولاو لي ريزو سوسيو. ولا ضروري ما كتبين غير الحوايج زوينين، ما كتبغي تبين شي حاجه ما فيكش، كتبغي كل واحد فينا كيبغي يبين بانه هو واعر. دونك كيبقى يبين بانه مشى لبلايص واعرين، بانه ولا كيعاود شي قصه بانه طلع بطل في هذيك القصه. ضروري الواحد تيبغي يزين راسو، ولكن السلبيات راه ما تيبانوش. دونك سي فيك. الناس الا داو على داك على شنو كاين واقع في لي ريزو سوسيو راه غادي يكونوا زعما واخدين فكره مغلوطه. الحياه ديال مواقع التواصل الاجتماعي مزيفه، ماشي حقيقيه. ماشي حقيقيه. كاين واحد الجانب خفي. انت كضطري بعض المرات انك تزوقي شويه حياتك وتبيني حوايج اخرين باش. وانا كنبين انا بزاف ديال الحوايج، كنبين بنتي، كنبين لي مومون اللي كنكون فيهم فرحانه، ولكن كنبين كذلك حتى لي شوز اللي ما عاجبينيش. كنهضر في مواضيع ما عاجبينيش مثلا، زعما مرة كديري خرجات. كندير خرجات. هذوك الخرجات ما كيخرجوش عليك؟ انا باقا جالسه معاك. لا انا عرفت بانه كانوا خرجات اللي درتيهم ومن بعد لقيتي ردود فعل شويه صعيبه. اه التعليقات ديالك، عطيني مثلا شي حاجه كنتي هضرتي عليها
ولقيتي ردت فعل شويه ما عجبتكش؟ بحال ما بقيتش عاقله. يمكن شي نهار هضرت على موضوع ديال التسول، وانا ما هضرتش اون جينيرال، هضرت على واحد المره كنت كنت واقفه في غوج وتهجموا عليا بزاف ديال الناس من دوك الافارقه يعني، وانا قلت راه زعما سي با انتيليجون دو لوغ بار انهم يجيو كاملين، يجي واحد بواحد، حيت الا جاو كاملين نتخلع ما غنصدق على حتى واحد فيهم. تخدات هذه الفكره هذه على انني متعجرفه ولا كن المهم كنهضر خايب عليهم على دوك الناس اللي جايين من افريقيا، الوغ كو نو، الفكره كانت هي ما تجيوش كاملين. واخا اصلا ضد التسول، ولكن الا بنادم اضطر يجي واحد بواحد. الهضره ديالنا بعض المرات خصنا نحسبوها باش ولكن انا ما متفقاش معاك، انا خصنا نحسبوها. خصك تقول كي الهضره كيما خصك تقول وصافي. بغى يفهمك الانسان غلط يفهمك غلط، بغى يفهمك صحيح شي انسان اللي كيبغيك كيفهمك صحيح. انت صريحه. الانسان اللي ما كيبغيكش راه واخا يفهمك صحيح غيبغي يفهمك غلط. دونك انا ما بقاش عندي مشكل مع هذا الشيء. المهم من الصفات اللي في سهر صديقي عرفنا بان الصراحه والعفويه. نعطيك بعض الصفات اخرى وتقول لي واش كاينه فيك ولا ما كاينش. اوكي. اوكي. الانانيه. لا ما فيش انانيه. تقدر تفهم انها انانيه حب الذات، ولكن راه ماشي انانيه، بالعكس انا تنبغي الاخر وكنبغي نساعد الاخر جو سوي لا بور لي زوتر اللي كيستاهلوا. متمرده. متمرده وي. متمرده على ايش؟ متمرده على الافكار اللي ما انا ما متفقاش معاها، واخا تكون افكار سائده وغالب الناس كيفكروا نفس الحاجه وانا كنفكر تذكر داخله في الثقافه والاعراف. نقدر نكون خارج التيار بعض المرات، ولكن جاسوم ما ماشي ضروري انني نتبع الناس، دونك كنت تعتبر متمرده. حنونه حقوده؟ لا ماشي حقوده. ما كتحقديش؟ والله ما تنحقد. هذه ما فياش، لان انا ما عنديش الوقت، انا كنبغي نضحك. حيت الا حقدت ما غنبقى داك الشيء كياكل فيه. ما عندك نصيب من الغرور ولا لا؟ هما عاد كي جيتكم مغروره ولا لا؟ لا كيفاش غايشوفني ما عرفتش انا شنو. ما حسيتيش وقت من الاوقات بان كاين شويه الغرور مثلا؟ لا والو، مع الشهره مع الاضواء مع. لا والله بالعكس. ما كنحسش براسي زعما احسن من شي حد، بكل صراحه كنحس براسي انا مختلفه، عندي داك الشيء ديالي، ولكن ما احسن من حتى شي واحد اخر. الكذب كاين شويه؟ ضروري كلنا كذبنا شي. كلشي كيكذب. شتي كيكذب ضروري كضطر مثلا يعيط لك شي واحد ما فيك ما تشوفه، ضروري غتقول ليه لا حق راه سميتو راه عندي رونديفو مع الطبيب. الصفه اللي كتكرهيها في راسك شنو هي؟ الصفه اللي كنكره في راسي نقدر نقول لك ما كنكره حتى شي صفه في راسي صراحه. كاع هذا هو الحب بالذات اللي غنيتي عليه. هذه نحب راسي بصح انني ما نكره والو في راسي. ما كاينش شي صفه تنكرهها في راسي الصراحه. مثلا كاع الاغلاط اللي درت ولا الحوايج اللي درت وكنقول مع راسي ما كانش خاصني نديرهم، لقيت بانهم خاصهم يكونوا باش نستافد منهم، دونك حتى شي حاجه ما انا تنقول علاش هذه كنديرها وعلاش هذه ما كنديرهاش. برافو عليك. شي تبرقيقة تقدري تقول لنا ما كنعرفوهاش عليك؟ شي تبرقيقة. عطينا شي حاجه حصريه. ما عرفتش ما كتعرفوش. اوكي، حنا عندنا الشاف لابريكاك جبد لك شي تبريكيكا، تبغي تشوفيه؟ نشوفه. يلا نشوفه. ها هو جوجب الدوسي اللي فيه الحب والغرام بحال داك الشيء ديال الافلام. ديال شادي وعبد الحليم الشاف. لا هذه اللي سحرات الناس في الغنى والتمثيل ديالها، وصدقات صعيبه. سحرات صدقات، بغيتي تقول سحر صديقي فنانة زوينة مالها الشاف دارت شي مشكل؟ من صغرها وعندها صوابق كتشفر الليمون من حي الليمون. بغيتي تقول الشاف سكنت في حي الليمون وعرفناها في الشركة في استوديو دوزان. هي شاركات وربحات ولحلها واحد الفنان غير ما بقيتش عقل على سميتو. مالك الشاف. علاش مالي؟ كيفاش مالك؟ لا مالك راه هو اللي وزع ليها أول أغنية. إيه وفي الأخر مشات وخدمات في سونتر دابيل كيبيعوا النونوسات. هذيك راه أول سلسلة خدمات فيها سميتها كول سنتر، ودارت من بعدها زينة وبزاف بزاف ديال الادوار اللي عجبوا الناس. وهنا كتعجبني هذيك الحركه عندها شاف. ولكن راه محيراني، كتفكرني في واحد السفاحه في الثمانينات كان سميتها ساندرا كارمين تشيل شي ما. وشكون هي
واحد يا الشاب. قصه قديمه، خلينا نكملوها التحقيق ومن بعد نقول. ودابا قول لي الناس لا بريكك شي سير ما عرفوا حتى واحد على صحه. لا باقا عندي واحد الرساله كانت كتباتها ملي كانت باقا صغيره. رساله غرامية يا الشاب. دوماج، هذه كانت كتباتها لوالديها. واصلا السيده كتقول اللهم زهو ولا زواج القهره من حقها، وهي عارفه علاش. والسيده كتشرط بزاف. ها وباش عرفتيها انت الشاب؟ وهذاك الدوسي راه قديم، من بعد وغادي نقول لك عليه. يلا صافي حيدي سيري البيرو ديالك. كي جاك مسيو لابريكاك؟ عجبني ياك والله الا رائع. جبد شي تبركيكات ما عرفهمش انت يمكن كاع. والله الا كيفاش قصكتي كتفري الليمون؟ لا هذه زاده من راسو. هذه زاده من راسو. جبد لينا عافاك التصويره ديالها فاش كانت صغيره. نجيبو الصوره. هاد التصويره كتضحكني، كتفكرني في الصغر فاش كانوا كيعيطوا لي قطينا. ملي جبت هاد الشيء هادي انا كتبتها ياك. حيت كنتي، حيت كيفاش كنتي؟ حيت كنت طيبزه وبيفضه ما كانش مزيان بناتي وسكوتيه، وفين ما حطوني خصك ديري نظره صح. لا خصني ندير نظره. هذا التيست الاول تكملي عند الاوفتالمو. يلا هادي صوره من الطفوله ديالك. هادي وحده اخرى. هادي احسن كاع. شنو كتذكري من الطفوله؟ نرجعوك كيف كنديروا مع الضيوف. شنو انا كنت مؤدبه بزاف اكثر من هكا، زعما كنت بحال اللي قلت كنت قطينه، كانوا كيعيطوا لي قطينه. فين ما حسيتوني داخله سوق راسي و ما كديريش غاب، ما كديري لا والو، كنسمع الهضره. داكشي علاش وقيله وليت متمرده من بعد. فاش الانسان كيولي متمرد كيدير قطيعه مع الماضي ومع انت، شنو من الاشياء اللي درتيهم وندمتي عليهم؟ انا ديما كندم على الحاجه اللي مثلا خليتها عندي وما خرجتهاش. داكشي علاش كنقول لك ما كندمش ملي كندير الخرجات ديالي، ملي كنهضر كنكون انا، كنكون تصرفت، كنكون خرجت بعد داكشي اللي عندي. كندم ملي كنخلي الحاجه عندي وما كنقولهاش. دابا ما بقيتيش كتندمي؟ لا، حيت وليت كنخرج الهضره كنخليش الحاجه عندي. Je ne regrette rien. دابا je ne regrette rien. Non rien de rien. عرفتي الاغنيه؟ وي. تسمعينا منها مقطع؟ وي ديال إيديت بياف. إيديت بياف. انا جادور إيديت بياف. Moi aussi. Non rien de rien. Non je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça me vient égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Voilà. Merci. Bravo. Merci. غادي نكملوا معاك والان غادي نمشيو لواحد الفقره نهضروا فيها على انتقادات الخرجات ديالك الاعلاميه. وهنا غنمشيو لواحد الحدث اللي عشناه مؤخرا. حدث فني كبير اللي هو المهرجان ديال مراكش الدولي للفيلم، واللي الناس انتقدوا بزاف الاطلاله ديالك في الطابي روج. اول حاجه تكلموا عليها قال لك كيفاش طالعه في الطابي روج وكتندغ المسكه. اييه كيفاش عادي زعما شنو تندغ المسكه؟ نسيتها انا اصلا واش كندغها. نسيتها من بعد، زعما ما فهمتش علاش التركيز بزاف على هذا. تيكون تركيز بزاف، تيحضيو بزاف الناس حاضيين وداك الشيء. ديطاي شنو لابسه؟ كيفاش لابسه؟ انا انسانه ماشي بعكوكه. انا ماشي بعكوكه، داك الشيء علاش ما كنبقاش نتابه على دوك لي ديطاي اللي بنادم غادي يشد فيهم، ما كنبقاش نتابه لهم. انا كنت في فمي مسكه ودزت مع راساتي في الطابيوج. شنو رايك في هاد الضجه اللي تارت عليك؟ تخربيقه، باسكو زعما ما محتاجاش لهذا الشيء كامل. على ود داغ ديال المسكه، وراه وصيفطوا لي بزاف ديال الناس
واحد لا كونفيرونس دو بريس فيها شاروخان تي مدغمسكه، قالوا لي انت راه حتى الشاروخان راه مدغلي مسكه في كونفيرونس دو بريس. دونك هاديه واخا. والناس اللي انتقدوا الاطلاله ديالك، اللباس ديالك، لا هو هي بصراحه باش نكونوا صريحين، انا اي واحد ينتقدني عنده الحق ينتقدني، وكاين كان واحد ناس اخرين ينتقدوا المسكه ديالي حتى انا في الطابي وما جاوبتهمش، ولكن باش ينتقدني الانسان بواحد الطريقه اللي هي يهضر بواحد الاسلوب خايب، لا خاصو ينتظر مني الفلاقه. انا من النوع اللي كنجاوب، ما كتسكتيش على حقك. لا انا ماشي من داك النوع اللي نقول لك لا، انا المستوى ديالي مترفع باش انا نجاوب على شي ناس. لا الا هضرتي، الا انتقدتي اون بوبليك ساين واحد انتقاد لاذع اكثر من هذاك اون بوبليك. انتقدتيني اون بريفي نقدر نجاوبك اون بريفي الا كنت مساليه، ولكن باش تنتقدني اون بوبليك وتستنى مني ما نجاوبكش راه ما كايناش. غادي نجاوبك حتى نتايا غتاخذ خو جوابك، الا كان انتقاد غير بناء، ولا كان انتقاد ماشي في المستوى، ولا كان تخرج ديباسيتي الشرطه الحمراء. دابا انا ولا ديباسيت معك الشرطه الحمراء في هذه الحلقه؟ غتاخذ خو جوابك. لا انت ظريف. سحر غادي نمشيو نضحكوا شي شويه، نخرجوا من هذا الحوار والاسئله، غادي نمشيو للفقره ديال جود ميم، نلعب انا وياك ونشوفوا شكون فينا اللي غادي يعرف يجاوب مزيان واخا ويعرف يوصل الصور. اوكي داكوغ، يلا نشوفوا جود ميم مع سحر صديقي بعد الفاصل. سحر صديقي، نشوفوا دابا الممثله كيفاش غاد توصل لي هاد لي زيماج. يلا حاولوا سير بداو. سبايدر مان بحال هكا. عاودي نشوف. كيفاش هادي معزة راكبة في الطوبيس؟ اسمع ليا. قولي ياك تطلق واحد اللعيبة وتبقى غادي ماشي هو. كيفاش هذا؟ بحال سبايدر مان. بحال باتمان. باتمان. شي حاجة طويلة وديرها بنت مشعكة. لا شنو فيها؟ شنو فيها؟ فيها شي حاجة زيد زيد ما
نخلة واش هذا مصباح؟ قولي لي قولي لي وطويلة وقولي لي التمر ديري لي ها قولي زعما كنهبط التمر عقرب في البلاصة برافو عليك حيت انا عقروبة غوري غوريلا عاودي عاودي دب دب مالك صحار شنو هي هادي ماشي دب ماشي حلوف ماشي كيدير كيدير هو الشكل ديالو كبير صغير كيمشي بشويه فكرون لا كبير صغير كبير ولا صغير اسمها هي ما عرفتش هيبوبوطام ولكن بلاتي اسمح لي وقف الموسيقى دقيقه كي غندير انا نعرف هيبوبوطام وانت هيبوبوطام زعما هكا دايره ولكن ما تخيتوش لا بالصايه دابا ما فهمتش اسمح لي تفضلي سبقوا لي سبقوا لي صح رافك واو صعيب هذا وي شوف غدبول عصير اناناس اناناس كرة صلع كويري لافوكا راس لافوكا كتكال مسمن بغرير دايرة حرشة حلوة جاتو اها وشو كي دايره هي دايرة اها خاوية من الوسط كيكة حلوة ولا مالحة مالحة حلوة محنشة بالصيلة وما يمكنش شبكية دايرة سفنج أخرينكو هذا كيف سفنج هذا؟ محنشة بني سهلة شو رشيد شو
سحر، انت معروفه بالصراحه ديالك والجراه ديالك. غادي نعطيك صور ديال بعض الفنانات اللي داروا التمثيل والغناء، وتقول لي شكون اللي نجحت اكثر. واخا متفقين؟ يلا نشوف الصور. هذه ما فيها لا رساله فيها والو. هذاك الشيء جاي من بعد. سلمى رشيد، كريمه غيث، ولا ابتسام تسكات. شكون اللي نجحت اكثر في نظرك كممثله؟ كريمه غيث موهوبه اكثر في التمثيل. في التمثيل. وشكون اللي نجحت اكثر كمغنيه؟ ودابا كنا في التمثيل ولينا في، حيت انت كتمثلي وكتغني. فيهم ثلاثة كنظن. سلمى رشيد. سلمى رشيد كنظن. هاد الظاهرة كيفاش كتجيك انت ديال المغنيات اللي كيدخلوا لعالم التمثيل بحال لوكا ديالك؟ شنو ردك على الناس اللي كيقولوا بان هذا في تطفل على ميدان اخر؟ لا ماشي تطفل. التطفل الا كان الانسان يعني داخل جبهه سنطيحه ما عنده ما يعطي وما تيقنعش في التمثيل وما تيقدرش يدي بزاف مجموعه من الادوار، يعني هذا وي هذا متطفل. اما الانسان اللي عنده ما يقول في التمثيل وكيجتهد على راسه، دونك حيت المجال ديال التمثيل تيرحب اي واحد كما بغى يكون. يعني في البدايات ديالك في مجال التمثيل واش سبق شي حد نقص منك ولا حبتك؟ عشتي هذا الشيء؟ هذا عشت انهم ما كانوا تيقولوا علاش عيطوا لسحر صديقي هي ممثله، يعيطوا ديال الناس ديال اللي قراوا التمثيل، يعيطوا الناس ديال اللي زاداك، يعيطوا لهذا. وهذا كنشوفوا غير سم. سم بيان سور غير سم، لان انا الى يعني الناس اللي كيشاهدوني في التمثيل تعجبهم يتفرجوا فيا لانني عندي مؤهلات، انا كنقدر نقنع في التمثيل، كنقدر ندخل في بلوزيغ بيرسوناج. يعني الانسان الا بغى يهضر في هذا الشيء صافي تا هو مسموم. الا بغى يقول بان علاش عيطوا الفنانه، عيطوا لان فلانه جات في هذاك الدور وقنعت الناس وتفاعلوا مع الناس. تعرفتي الاهانه شي مره في بلاطو ديال التصوير ولا في شي عمل؟ اهانه لا لا، ما يمكنش واحد يتجرأ زعما يهني. ولكن مثلا كان واحد الشخص وقيله مسرحي في البدايات ديالي كان كتب واحد المقال عنده في فيسبوك ديالو بان يعني سورتو في المسلسل ديال زينه، يعني كان اختيار خطا، ممثله سحر ما كانش خاصهم، يعني اصلا ماشي ممثله، مغنيه، علاش كتعيطوا المغنيات، علاش هذا. ولكن دابا كنظن بان نادم على داك كنظن بان نادم على داك لو بوست اللي حط، لان دابا الحمد لله ثبت بانني في الاستمراريه وبانني كنستحق انني ناخذ هذوك الادوار. تعرفتي مضايقات في الميدان الفني؟ مضايقات بحالاش؟ بحال مثلا تحرش. اكيد سورتو في البدايات ديالي. البدايات ديالي كيشوفوا اصلا ماشي غير انا، اي بنت زوينه كتدخل الميدان الفني كتقدر تلاقى مع ناس اللي كيشوفوها فريسه، كيشوفوا بان هذيك البنت كيقولوا في راسهم بانها محتاجه انها تمثل، كيعجبها هذا الدومين، محتاجه انها تدخل لهذا الدومين هذا، دونك حنايا خصنا نستغلوها باش ونقولوا لها راه غنعطيوك فرص وغنديروا لك. دونك اكيد تعرضت لبحال هاد النظرات، بحال هاد التلميحات بحال هاد الشيء هذا تعرضت ليه. في نظرك كاين ممثلات دابا ما بقاوش كيتجرؤوا عليا؟ في نظرك كاين ممثلات اللي قبلوا بحال هاد الشيء هذا، هاد النوع ديال الشونتاج؟ ما عرفتش واش كاين اللي قبلوا ولا لا، انا ما كندخلش. ولكن اكيد راه حنايا راه الانسان كتلقى فيه كل شيء، اكيد بان كاين شي بنات ضعافوا ويعني ضعافوا امام بحال هاد العروض هادو غيكونوا. ولكن كنعاود نكرر بان هذا ماشي حل، لان ما غتكونش استمراريه من بعد. ان وهذا نصيحه للبنات، ما عمرك تتجهي لهذا الاتجاه هذا باش تدخلي لشي ميدان كما بغى يكون هذا الميدان. ما عمرك زعما تنزلي راسك امام شي عرض
يعني فيه لا اخلاقي، لان ما عمر غيكون ما عمرك غتوصلي لهداك الشيء اللي بغيتي. ما عمر شي وحده وصلت بهذه الطريقه هذه. اللي كتوصل كتكون عندها موهبه وكتكون عندها اجتهاد وكتكون عندها علاش كتوصل. صح، نبقاو دائما في الصراحه، وغندير معاك ندخلك للعالم ديال الانستغرام وفيسبوك، اوكي، واللايك ديسلايك. غادي نعطيك شي اشياء ومواقف وقول لي واش لايك ولا ديسلايك. اوكي، لايك ولا ديسلايك؟ نظره المجتمع المغربي للمراه المطلقه. لان كاينه مالوغوزمون باقي شويه ديال التخلف في المجتمع. كاين واحد مجموعه من الناس اللي باقيين كيشوفوا المراه مطلقه على انها مسكينه، ولا انا لانها ما عرفاتش تحافظ على دارها، ولا ما عرفتش كيفاش كيشوفوها. المهم كاين واحد النظره ماشي هي هذيك، باقا كاينه. ومالوغوزمون كاين شي بنات هما تيشوفوا في راسهم هذيك الشوفه. هذا هو اللي كيفقصني انا، لان مثلا مؤخرا لقيت واحد البنت خارجه في واحد لا فيديو كتقول انا كنعاني من هذه النظره، كلشي دابا كيشوفني في الزنقه لانني مطلقه، اذا انا ساهله، اذا هذا. انا كنقول بان المراه المطلقه بالعكس خصها تكون مفتخره براسها، لانها واحد المراه اللي تمردات على شي حوايج ما بغاتهمش، كانت عندها شجاعه وعندها واحد القوه انها واخده متحمله المسؤوليه، سورتو اللي كتكون عندها الاطفال متحمله المسؤوليه بوحديتها، قادره على انها تحمل المسؤوليه بوحديتها، قادره على انها يعني تكون يعني ماشي ديبوندونت لكلكان، راها انديبوندونت. دونك واحد المراه اللي هي شجاعه وقويه وبالنسبه ليا واعره. دونك النظره ديال المجتمع تيبقى شي حاجه اللي سلبيه، واللي بالعكس ماشي الواحد ينساخ ليها، بالعكس خصو يواجهها. وي لايك ولا ديسلايك الزيجات اللي تيكونوا من الميدان الفني، زعما تيكون هو ممثل وهي ممثله، ولا مخرج وممثله، واش انت تي لايك هذه القضيه ولا لا؟ وي، لان يقدروا يكونوا شي حاجه زوينه، لانهم غيكونوا في نفس الميدان، غيكونوا متفاهمين، يقدروا يكونوا كيتعاونوا مع بعضياتهم. انت الزوج ديالك كان مخرج؟ سابق. كان مخرج. لا، كان عندنا واحد لونيون زويونه الصراحه، غير هي زعما ما ماشي كلشي اللي كيبدا زوين كيسالي زوين. لايك ولا ديسلايك الازواج اللي ملي كيتخاصموا كيخرجوا الاسرار ديالهم وكيتكلموا على بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، ديسلايك. ديسلايك، واخا انت درتي هذه القضيه؟ لا، ما درتش على لي ديتاي، ما كنهضرش على لي ديتاي انا، ولكن كان نوع من واحد شويه ديال، لكن لانني انا متعوده بانني كنقول الحقيقه. دونك ملي كيسولوني الناس خاصني نقول لهم تفارقت، وانا اللي اختاريت انني نتفارق. دونك هادو دي ديتاي اللي عطيتهم، وي، ولكن باش نقول خبايا ولا نقول اسرار ولا علاش بالضبط، ما عمري ما قلتها. ما عمرك؟ لان كتمس حتى الشخص الاخر، دونك ما نقدرش نجبد شي حاجه كتعلق بالشخص الاخر. وسورتو كو دابا حنا اون بون تيرم، وانا كنصح جميع المطلقين يحاولوا يحافظوا على علاقه طيبه، سورتو الا كانوا الاطفال. لايك ولا ديسلايك لا بوليغامي، ان تعدد الزوجات؟ لا لا، ديسلايك. لا، انا كنعتبرها اهانه للمراه، لا انها تقبل على راسها زوجه ثانيه، ولا انها تكون في موقف ديال زوجه ثانيه لمراه اخرى، انها تبني سعادتها على تعاسه مراه. لان ما كاينش شي مراه كتكون سعيده بوجود مراه اخرى، دونك كاينه التعاسه. التعاسه ما خصهاش تكون، داك الانسان ما مرتاحش مع شي مراه يفضي معاها، ما يجيبش عليها وحده اخرى. هكا كتشوفي المساله؟ وي. شكون اللي معايا في هاد الهضره؟ شويه، اوكي، اللي معاه وكاين اللي ضد. ثقة على سحر صديقي. لا، انا نعطيك صور وتعطيني العكس ديال الراي ديالك في كل صوره. داكوغ. العكس ديال الراي ديالك.
اخري مزيان. يلا نشوفوا الصور. صفاء حبيركو ما عنديش معاه. ما عندكش معاه؟ لا ما عنديش معاه. علاش؟ ما عنديش معاها حيت قلبها خايب وما كتبغيش الخير للناس. اوكي شوفوا الصوره اللي من بعد. نرجس الحلاق. اه تاي ما عنديش معاها. علاش؟ علاش؟ حيت متكبره. اوكي الصوره اللي من بعد. زهيرة التمسي. ممثله فاشله. فاشله. ندوزو. افشل ممثلات لقيت معها في حياتي. افشل ممثله. راويه. الله يخلصك. صعيب هادشي هذا. خليني نقول لها نعبر قمعتيني. الناس راه كيترجموا الكلام ديالك العكس. وي ولكن دابا كنحس براسي مقموعه. افشل ممثله يعني اوعر ممثله. صافي الصوره اللي من بعد هذه. زين بعبيد اللي با كلاس دو تو. بلديه. سهر صديقي. والله الا قمعتيني بغيت نعبر على هاد الوجوه الكريمه ما خليتينيش نعبر عليهم. اش بان لك نخلي هادشي كيف هو يدوز الحلقه. علاقتك بالفنانين في الميدان الفني كيفاش دايره؟ علاقه زوينه. علاقه زوينه. ما عندكش خلافات؟ لا ما عنديش خلافات. كاين شي حاجه؟ لا كانت شي حاجه شحال هادي شي بسيطه ولكن داكشي ما عادي. ما عندكش قطيعه مع شي حد؟ لا. الزوج ديالك السابق تقدري تعاودي تشتغلي معاه؟ نقدر نعاود نشتغل معاه. في اطار الخدمه. في اطار الخدمه. لا دابا راه ولا بحال عشيري كنهضروا كنضحكوا. اوكي. جاتك فيزا. اوكي. كنتعاونوا في الافكار ايتو دونك بخير. دونك نقدروا نعاودوا نشتغلوا علاش لا. سحر صديقي الان غنمشيو شويه لعلم النفس اللي هو واحد العلم اللي كاجبك كتبحثي فيه. وغادي نسولك على سحر صديقي الإنسانة. فعلم النفس كيقولوا بان الانسان اللي كيكون كيضحك بزاف ولا كيضحك بالجد وكيتظاهر بالفرحه كيكون كيخبي مورا الضحكه الالم والاكتئاب بعض الاحيان. واش هادشي كينطبق عليك؟ وانا زعما باش نقول لك انايا مكتئبة ماشي مكتئبة وسعيدة. عندي دي مومون ديال السعادة والإنسان إل باس باغ دي مومون. ما كاينش شي إنسان اللي ديما مكتئب ولا هاد الهضرة بعدا اللي كنقراها حتى أنا دي فوا في لي كومونتيغ. سحر كضحك ضحكة هيستيرية لأنها كتخبي التعاسة. عندنا ما كايناش هاد الهضرة هادي. بالعكس تنعبر على السعادة ديالي بشي موقف كنعبر. أنا كان بالعكس كناخد الحياة بفكاهة ما تناخذهاش طرو او سيريو الحياه. داكشي علاش انا تلقاني ديما تلقاها تسرح. مي كندوز بيان سيغ بحال كاع الناس بصدمات بخيبات الامل فقدان اشخاص اللي عزاز علينا. يعني مروا في حياتي بزاف ديال عندي حزن وعندي دي مومون في لا جورني تنكون فيها حزينه ولكن ملي كنكون كنضحك راه ماشي كنخبي داكشي ولا راه بغيت نعيش هذاك لو مومون كما هو. فاش كتعيشي شي موقف صعيب شكون اول شخص كيطيح في بالك؟ الام ديالي. تعاودي ليه الام ديالك؟ ماما. ماما هي زعما توأم الروح ديالي. الله يخليها ليا. شنو كتقدري تخبي على البنيه ديالك مثلا؟ الله يخليها لك. شنو هما الاشياء اللي تقدر ما تبغيش تبينيهم لها فاش تكوني ماشي هي هذيك فاش تكوني في حاله ماشي مزيانه؟ كنحاول ما نبينش لها الحزن كاع. كنحاول واخا هي كتحس ملي كنكون حزينه كتحس بيا. مي كنحاول من صعيب تكون ام لانك ما الطفل ديالك ما كتحاول توريه شي حوايج ماشي ديما خصك تكون توامام لان باقي صغير باقي ما كيفهمش كتخاف على المشاعر ديالو. في ظل هاد الصراعات اللي كاينين في الميدان الفني وان الفنان تيكون مسلطين عليه الاضواء تيكون تيعاني بزاف د الاشياء. كيفاش كتقدر سحر تحافظ على هذا التوازن النفسي ديالها؟ راه صعيب راه حنا تنحماقوا راه
فريمون حنايا، لان باش تكون جالس ما بيك ما عليك وخاصك تفكر شي حاجه اللي تعيسه في حياتك باش تجبدها باش تخرجها في داك المشهد وتعاود كوبي بحال حتى حاجه ما طرات عاوتاني مشهد اخر اللي مورا خاصك تضحك فيه، راه فريمون خاصك تكون صافي الكابلات ديالك تحيدهم بلاصتهم. داكشي الفنان راه ما تيشبهش لشي انسان اخر عادي. فاش كتكوني في البلاطو ديال التصوير كتبغي تلعبي شي حاله ديال الحزن، شنو هي اكثر حاجه كتفكريها باش تبكي مثلا؟ كنعرفوا اي واحد كيكون عنده دي تكنيك، كل واحد تيكون عنده دي تكنيك ديالو. هي سا ديبون على كل مشهد، كاين المشهد اللي دغيا كندخل فيه، كندخل في داك لو بيرسوناج، كندخل في داك الجو وهو اللي كيبكيني، وكاين المشهد اللي ما كنقدرش دونك كنضطر انني نتفكر شي حاجه دازت في الماضي ديالي، ولا كنيماجيني شي سيتوياسيون تقدر ترا ليا اللي تقدر تخليني حزينه، وكنقدر نبكي. شنو اصعب موقف عشتي لحد الان نقولوا في حياتك؟ موقف اللي كان صعيب عليك على سحر الانسانه؟ الفقدان الاب ديالي. الاب ديالك هاد السنه كنظن 2023 الله يرحمه. الله يرحمه. هو اللي كان اصعب منه هو الوقيته اللي كان كيتعذب فيها، لان كان مريض بزاف. كانت هذيك المرحله هي اللي صعيبه اكثر من، لان كنا كننتظروا، كنا كنقولوا بانه راه في الايام الاخرى ديال حياته، يعني كنا عارفين بان غيجي هذاك النهار، ولكن ما قدرناش نستحملوه هو في هذيك الحاله. كانت هذيك لا بيريود هي اللي صعيبه في حياتي، وهي اللي زعما ما كتحيدش ليا من الذاكره ديالي. الله يرحمه. الله يرحمه في هذا النهار هذا، وكنوجه لك تعازي انت والعائله ديالك. شكرا. نمشيو فاصل ونعاودو نكملو معاك الحلقة إن شاء الله. شكرا. سحر بخير؟ الحمد لله. شنو الضحكة ديالك؟ أنا رجعت كنضحك. عاوتاني رجعت. غادي ندير معاك الفقرة ديال لي كارت. هادو تيكونوا عند لاربيتر جينيرالمون، عند الحكم. غنعطيك هاد الكارت الصفراء والحمراء وغنعطيك شي مواقف وتقول لي الا تعرضتي لهم ولا عشتيهم والموقف ديالك منهم، واش غتستعملي الصفراء ولا الحمراء؟ البطاقه الحمراء ولا البطاقه الصفراء؟ هي شويه وحمراء هي الصفراء دائما تيكون فيها الانذار. انذار الصفراء تيكون فيها انذار والحمراء تيكون فيها الطرد. شي حد من الجمهور في الشارع تلاقاك وقال لك ما كتعجبينيش بطريقه خايبه؟ على حساب المود ديالي في هذاك النهار، يعني نقدر اوكي. الا كان قالها بشي طريقه غير لائقه وكان المود ديالي غير لائق. الا الزوج ديالك قال لك ما تلبسيش هكا، هو اللي كان تيقرر في طريقه اللبس ديالك، يعني كتحكم في شنو تلبسي شنو ما تلبسيش؟ لا 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 تلبسي اللي بغيتي. وحيت انا ما كنلبسش اصلا شي حاجه اللي بيزاغ. حيت كاين ازواج تيقول لك انا مرتي هكا خصني نشوفها كتلبس مثلا، انا كنبغيها تلبس. خذ اخويا مونيكا، راه عندي حتى انا لو كو ديالي. قدروا زعما يبروبوزي عليا يقول لي شنو بالك في هادي، نقول له ما عجبتنيش ولا هذا، ولكن ماشي يقول لي لا لا هي لا حتى انا عنيده. كنتي في بلاطو ديال التصوير ومخرج هانك قدام الناس لانه كان مقلق، حاول يهضر معاك على الشخصيه ديالك، ولكن وكاين المخرجين تيتكلموا بطريقه ما تعرفها، تيتكلموا بطريقه شويه بعض الاحيان ماشي مزيانه، دونك تكلم معاك وقال لك شي كلام هانك قدام البلاطو. لا حتى هي سا باس با، لان ما تقبليهاش. لا ما نقبلهاش،
نقدر نكمل حيت جو سوي بروفيسيونيل ديما لا بروفيسيون ديالي كنديرها جوسكو بو نكمل لا بروفيسيون ديالي ولكن نقدر زعما نقدر اما نوقف طوناج ما نقول له الا كان ديباسا لي ليميت اما الا كان زعما هو لان اللي تي ستريسي كيغوت وهذا وهذا ماشي مشكل حنا مولفين كنخدموا مع مخرجين ديما كيغوتوا لان الضغط كيكون عليهم سي با غاف ولكن يوجه لي انا شي لفظ ماشي وهذاك ولا لا غير مقبول نفرضوا بان عندك جوج صديقات ديالك نتوما ثلاثه ديال الصديقات وحده في هذوك الجوجات جات كتهضر لك خايب على وحده فيهم كيفاش غتكون رد الفعل ديالك غناخذ عليها نظره خايبه لان كيفاش هي صديقتها تعطيها الانذار ولا تعطيها الورقه الحمراء بون لا ما غاديش نعطيها ورقه حمراء انا نعطيها انذار بانها انذار مع راسي يعني ما نقدر ما نقول لهاش لان هي مثلا بحال تشكي علي كتشكي عليا منها ولكن او ميم طون ما قادراش تقول لها داك الشيء في وجهها وكتقول عليها شي حوايج خايبين دونك انا خديت عليها هي نظره خايبه انها كيفاش انت صاحبتك وكتهضري عليها خايب مي ما غندير لها والو غنحطها في واحد الخانه ديال المنافقات اللي نفرضوا بان الزوج ديالك مثلا مستقبلي جا عندك وقال لك بغيتك تعطيني الكود ديال التليفون ديالك والكود ديال انستغرام علاش اخويا علاش ياك لاباس لا ما كاينش هادشي هذا حيت ما خصوش يكون هاد الخصوصيه انت ديالك ما خصهاش تتقاس لا ماشي هكا لان ما خصوش يقزمك ما خصوش يردك بحال شي طفله صغيره راه ليا نشوف عاد نشوف واش داكشي كاين ولا لا راه نقلبك راه لا هادشي هذا ديال الكوميسير مع المتهم وديال الاستاذ مع الطفل ما خاصوش يكون ما بين العلاقات هذا هو اللي كيديرونجو ماشي على اساس انني مخبيه شي حاجه ولا مي ما خاصش يكون هاد لو جونغ دو رابور ما بين لو كوبل خاص يكون احترام لا ما بين المراه تجاه الراجل ولا الراجل تجاه المراه خاص كل واحد تخليه في قيمته ماشي تقردنو سحر نعاودو نسمع ما عندك شي حاجه اييه مرحبا انا كتعجبني واحد الاغنيه ديال يا زينه اها نغني عليكم اش كتقول يا زينه ما درتي فينا اش درتي فينا يلا نسمع اليوم راني معاك غدوه تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجه تاني معاك تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه عليك ما لقينا وها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي وهي يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا وها يا زينة ما درتي فينا
ميرسي. تبارك الله عليك سحار. غادي نشوفوا الان واحد الفيديو ديال اللي كيلخص لاكشواليتي شنو وقع في هذه السيمانه. هذه نشوفوا هذا الفيديو حالا ونتلاقاو معكم من بعد فقره ديال الجوكر مع سحار صديقي. سحار مرحبا بك الجوكر. الله يبارك فيك. خلعة. بزاف ديال الفنانين ما كيبغيوش يدوزوا من هاد الفقرة هاد. على بركة الله. نبداو؟ يا ربي السلامة. يلا سير. يلا. جاوبي؟ اها. كنشوفوا سحر بانه الخرجات ديالك الاعلاميه بعض الاحيان والكلام ديالك على بعض الاشياء اللي كتوقع في المغرب الهدف وراءها هو البوز، انك تبقاي في الساحه الفنيه وتبقاي باينه. الناس كيقولوها يمكن سحر راه كدير هذا الشيء فقط من اجل البوز. شنو ردك على هذا الشيء؟ انا ملي كيكون عندي شي حاجه ما نقولها تنقولها، يعني بحال اللي قلت قبيله ما تنخبيش عندي سيتو. دونك انا ملي كنكون شي حاجه واقعه وكنبغي نعلق عليها تقدر تعتبروها بان كنطلع فوق الموجه، كان زعما كنمشي معاهم في نفس الموجه، ولكن حيت عندي ما نقول انا ما غاديش نركب على الموجه باش ما نقول والو ولا غير باش نبان ولا نو، حيت انا الحمد لله ما محتاجاش. اوكي شوفوا سؤال من بعد. سبق ونشرتي فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، كان ساقط في الكونت ديالك ولا في ستوري. هذا الفيديو كان فيه كنتي فيه كترقصي بواحد الشكل اللي اثار السيء بزاف ديال الناس. تلقيتي انتقادات على هذا الفيديو هذا لانه فيديو انت كتشطحي في دارك بواحد الشكل يمكن اللي ما عجبش الناس ولا ما عجبش واحد الفئه باش من يا كنا اونتر كوبين وجالسين مع بعضياتنا ودايرين دي ستوري مع بعضياتنا كنشطحوا وكنغنيو. لا فيديو اللي بقات كدور هي لا فيديو ديال الشطحه فقط، خلاو الغناء وداك الشيء الاخر خداو الشطحه، وانا عجبني راسي كنشطح، انا فنانه وكنعرف نشطح. شطحت رقصه شرقيه لانني انا اعشق الرقص الشرقي ملي كنت صغيره. ما كتخافيش بعض الاحيان بحال الاشياء يعني تاثر على الصوره ديالك، خصوصا حنا في مجتمع محافظ شي شويه؟ انا بحال اللي قلت قبيله اللي بغى يتاثر اللي بغى يقول عليا شي حاجه راه غادي يقولها، انا ما كنحاولش يعني نرضي الناس ولا نحاول نلبس واحد القناع ولا نمثل واحد الشخصيه باش حيت هذا ارضاء الناس غايه لا تدرك، تقدر ترضي هذا وما ترضيش الاخر وترضي. دونك اللهم الانسان يدير داك الشيء اللي مرتاح فيه ويدير داك الشيء اللي كيبغي هو. ترضاو الناس مرحبا، ما ترضاوش الناس راه عندي ناس اخرين تيبغيوني. اوكي نقدر نجاوب على هذا السؤال. طبعا احنا ما كنطرحوا السؤال الا بموافقه ديالك وعندك الاختيار تستعمل الجوكر. واش صحيح، لان هذا سؤال شخصي بزاف، واش صحيح ان سبب طلاقك عنده علاقه بمشاكل ماديه ما بينك وبين الطليق ديالك؟ مشاكل ماديه باش نكونوا صريحين كانت، ما كانتش هي السبب الرئيسي، ولكن كانت لان كنا درنا واحد المشروع انصامبل واللي وقعوا فيه بزاف ديال المشاكل، دونك كانوا مشاكل ماديه كانوا، ولكن باش نقولوا بانها هي اللي سبب الطلاق لا. اخر سؤال، علاش بغيتي تجاوب على هذا السؤال؟ حيت جد شخصي، حيت ما عاوتاني ماشي اي حاجه غنبارطاجيها.
ياك شي حاجه شخصيه بزاف. اوكي سهر الزيقي شكرا لك. شكرا. غادي نمشيو دابا لفقره الميكسر. كيعجبك العصير شويه؟ كيعجبني العصير ولكن ماشي ديالك. يلا مشينا. سحر مرحبا بك في فقره الميكسر. اوكي كتعجبك هذه الفقره قالوا لي؟ وانا انا وكاله انا عزيزه عليا الماكله. ياك والعصير؟ عواصير وداك الشيء مزيان. يا سلام. غادي نديروا العصير بالليمون لان كل شيء كيعجبو العصير بالليمون. السؤال الاول نسوق سؤال سهل. بالنسبه لك شنو هو انجح عمل فهاد الاعمال اللي قدمتي؟ خصك ضروري تختاري عمل واحد. نختار واحد. الى ضاق الحال ولا زينه؟ واش انجح واحد ولا اللي نجحت انا فيه اكثر ولا انجح واحد فيهم ولا افضل واحد فيهم؟ مره بجوج. لا 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 ضروري نختار واحد. واش ندير الكيوي ولا كورنيشون؟ حرام عليك انا المعده عندي على قد الحال. الى ضاق الحال. الى ضاق الحال. اذا سحر كتفوز بهذا التحدي الاول. باش نبقاو مواكبين مع ليفولوسيون. يلا شنو كاين هنا عندك؟ نتوما. يا لطيف. بنان. اوكي السؤال كيقول انت درتي الانتاج لفيلم تاكسي بيض ياك؟ فيلم سينمائي دور ديال ناصر اقباب. في نظرك اذا كان عندك اختيار انك تختاري شي حد يلعب بلاصتو هذا الدور هذا ما بين هاد جوج الاسماء شكون غتختاري؟ واخا ايوب قريطاع ولا ايوب ابو النصر؟ لا حرام عليك. تاتوما راه ماشي خايبه كاع بزاف. لا لا بلاتي. تاتوما مالتوما ماشي بنادم مالتوما ماشي سميتوما. نتوما راه مزيانه نتوما نتوما راه شحال الفوائد عندها نتوما. فراسي ولكن السعاده ما فيها من. عندك شي موعد ولا شنو؟ هذا شي الناس. ولكن بلاتي انا نجاوبك على من ما نجاوبكش. ايوب ابو ناصر حيت كيبان صغير شويه وهذا كان خاصو شويه لاج يكون صغير. اي 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 راك غادا مزيان في هذا العصير. ها يا سلام. يلا نمشيو للسؤال الاخر. هادشي في الاخر يتشرب ويتشرب. خصو يتشرب. تفرجتي في مسلسل مكتوب؟ اه على دوزام. الادوار النسائيه في نظرك شكون اكثر وحده تقمصات الدور مزيان في الممثلات كاملين؟ اكثر وحده بدعات في الدور بانت لك في نظرك؟ اكثر وحده آه. لا غنجاوبك. جاوبي. بوتازوت. دنيا. دنيا بوتازوت. اه اي 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 ملي بحال غتربحيني في هذا التحدي. غنربحك على مالي ما نربحكش. يلا زيد. ولكن هذه ما غتفلتيش منها هذه الفلفله حار. يا ربي السلامه. انا متاكد انها غتاكل الحار. في نظركم هتاكل ولا ما تاكلش؟ ما تاكلهاش؟ انا قلت لكم ما تاكلها. نتحداكم انها غتاكلها. نتحداكم. يا ربي السلامة. مسلسل الى ضاق الحال. شحال كان الاجر ديالك اللي تقاضيتيه في هذا المسلسل؟ تاكل ولا ما تاكل؟ جاوب ولا تاكل؟ اشنو بغيتو؟ جاوب ولا تاكل؟ شحال كان الاجر ديالك؟ ما نقدرش نجاوب. قولي ما بغيتش شكل حار قاصحه قاصحه. ما نقدرش نجاوب. جاوب جاوب جاوب. هذا السؤال بالضبط ما نقدرش نجاوب عليه. يلا اخر سؤال عندنا هنا. اوكي تفرجتي في برنامج ستار لايت؟ بقيتي حتى وكلتيني ال تفرجتي برنامج ستار لايت؟ شويه ما كنشوفوش كله. انت شاركتي في ستوديو دوزام وشاركتي في دو فويس. الا قلت لك تخلي على عضو من لجنه تحكيم ستار لايت واحد فيهم تقدري تحيديه وماشي مشكل، شكون هو اللي تقدري تحيدي؟ نحيدو. اه صافي وكلني هادشي راه عندك نجم اكثر. يا ربي السلامة.
لطيف. ها عرضت لكم هنايا ما غنرد والله يسرد ماشي كله ماشي كله حار 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 مازال شوية مازال خصك تزيدي شوية فين نزيد مازال مازال حار أجي أجي معي خذي هاد باش تحيدي المذاق خذي هادي كيتشب لا موطار شكرا ما قدرتيش على العصير صعيب بزاف صحار بزاف حار ولا حار بزاف عذاب حار سحر تبارك الله عليك الله يبارك فيك غلطيني. شكرا لك على هذه الحلقه هذه شكرا لك وما سخيتش بحضور ديالك معايا حتى انا ما سخيتش بك وما سخيتش بهذا الجمهور الزوين وكانت حلقه ممتعه كانت حلقه ممتعه نتمنى ان الجمهور كذلك يكون استمتع معنا بها كنتمنى كل التوفيق ان شاء الله في مسارك الفني سواء في الغناء او في التمثيل وكنتمنى لك مزيد من التالق ان شاء الله ان شاء الله شكرا بزاف شكرا شكرا مرة أخرى كنتمنى نكون خفيفة عند قلوب الجمهور إن شاء الله وقبلوا علينا في الأخير نبغيو نختموا الحلقة بشي أغنية من اختيارك شنو تغني لينا نغني لكم أغنية من اختصاصي اختصاصي I will survive أوكي يلا At first I was afraid How petrified kept thinking I could never leave without you by my side but then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong and I learned how I should have changed that stupid lock or made it leave a key if I'd have known.